هسه لبنى ليش ما خليتيني اخذك من جنب البيت؟ لانه بصراحه هيك اريح لي يا ادري، ماني مستعده اسمع كلمه من شي حدا. يا مو ايش في؟ ليش نحن ايش عم نساوي غلط؟ انا وياك بنعرف هذا الشيء، بس العالم لما بيشوفونا نحن اثنين مع بعض ولحالنا اكيد رح يحكوا شيء. ايه سوا سوا. طيب الك ولا للديب؟ ديب اسرع لك. هي علينا واه هلا وقت مسحك الصعيد انت الرخراب. قل لي شو بدك؟ بدي اطلب منك طلب بس ما بدي اياك تخجليني. ايه على عيني، شو هو؟ انا قررت ارجع عزار. عن جد عم تحكي ادري؟ برافو عليك. ايه والله، بس انا حابب اطمنك انه هذا الشيء ما رح ياثر طاول على مشروعنا، بس ما ادري ليش هيك انا يعني قلبي موكب بس متوهم. لا لا انا برايي ما تخاف، لانه اكيد اكيد هزار تغيرت كثير بعد الدرس اللي صار معها هذيك المره. طيب يعني بتقبل؟ طبعا بتقبل. معقوله انت يا ادري ما بتعرف قديش هالزوره بتحبك وقديش قلبها طيب؟ بعدين الاهم من هذا كله انه في بوبو جاي على الطريق. ايه مزبوط، جاي عبد القادر. يا الله يا هزار هلا وقتك. استنى. لك ايه هزار ايه؟ انت جاية. هزار سمعانتك. مرحبا نونو. اهلين حبيبتي. كيفك؟ مو معقول حماتك شو بتحبك؟ كنت عم ساوي تبولة مشان هيك تأخرت عليكي. حاسبة حسابك، بعرف انه الحوامل بتفيدهم كثير التبولة. ايه يسلموا ايديكي، انا بحبها للتبولة، بس اهم شيء انه انت لحالك في حدا؟ ايه طبعا لحالي، كل وحدة راحت بجهة. ممتاز، لاني عاوزتك بموضوع كثير ضروري. مين؟ قدري كمان؟ يا ريت قدري لحاله. لكن مع مين؟ لبنى. لبنى؟ انا ما عم صدق، مستحيل. مو لبنى هزار، هي مو لبنى. انت شو عم تحكي؟ معك حق، انا هيك مثلك بالاول ما صدقت لحتى شفتهم بعيوني. طيب هزورة بركي بركي عم تجتمع مع قدري مشان ترجعكم لبعض. بالله هلا هيك اذا بدها ترجعنا مع بعض؟ لك على القليله بتنسق معك، بتقلك بتنسق مع البنات. لك انا عم شوفهم عم يطلعوا يفوتوا مع بعض وعم يروحوا على كافتريات وعم يضحكوا وكركره وانسجام. انت بتعرفي انه عم تطلع مع قدري؟ لا. لك ما تدقي له، ما تدقي له، ما تعذبي حالك، ما رح ترد عليكي لانه قاعده معه هلا الخانم. لا هلا بترد بتشوفي. يلا ما عم ترد. صدقتي؟ طيب ضروري يعني اذا ما عم ترد على التليفون تكون مع قدري؟ يا نور نور انا هون لبونه. شفتي؟ صفي النية. يلا يلا صفي النية. شرفتي؟ يعب الشوم عليكي يا لبنة، يعب الشوم عليكي. ايه روقي روقي، طولي بالك. روقي؟ لك هذا اللي طلع معك يا سيد قدري؟ ما عاد تقدر تنتظر؟ ومع رفيقتي؟ مع رفيقتي؟ لك شو بدها تحكي علينا العالم؟ قال لسا ما انا مطلقين كم يوم. هزار استني شوي، خلينا نفهم القصة. لك شو لسا بدنا نفهم؟ ها؟ ليكي، شوفت عينك، جايين تخبرونا انه كتبت كتابكم؟ ان شاء الله الف مبروك. زلقتي نور زلقتي. يا مو على هالحكي يا مو. لك انت كل عمرك بدك تضلك هيك، ما رح تتغيري طاول طاول طول عمرك يا زبيبي. وبه لبوني انا حيطق مخي. ها فهميني شو القصه؟ ادري كان جاي رجع للخانم. لا بقلك شو